صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله مرسوم رقم 83 لسنة 2022 بتعيينات في وزارة شؤون مجلس الوزراء وذلك بناء على عرض وزير شؤون مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه المادة الأولى تعين السيدة مي محمد علاء الدين عاشور أمينا عاما للأمانة العامة لمجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء. المادة الثانية: تعين السيدة فاطمة عبد الغني إسماعيل أمينا عاما مساعدا للمعلومات وإدارة الجلسات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء.